السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتحدث أو سوف نقوم بشرح هذا الموقع الذي أثار ضجة كبيرة، وهو موقع سان ميديا. كما تشاهدون هذه الأرباح الخاصة بي في الموقع. أولا وقبل كل شيء سوف أريكم طريقة التسجيل أو الطريقة الصحيحة للتسجيل في الموقع. كل ما عليكم هو كتابة الاسم، تختار اسم مميز ثم تقوم بكتابة كلمة سر، تعيد كلمة السر، وهنا تكتب كلمة المرور. هذه كلمة المرور إخواني الكرام سوف تحتاجونها عندما تريدون السحب من الموقع. عندما سوف تقوم بالسحب سوف يطلب منك هذه كلمة المرور، لذلك ركز جيدا واحفظ هذه المعلومات. هنا تقوم بكتابة الواتس تبعك وتضغط وتكتب البريد الإلكتروني. المهم إذا أردت أن تتسجل من الرابط الذي سوف أضع لكم في الوصف، يمكنك أن تتسجل من الرابط. إذا لم تريد فيمكنك يعني أن تتسجل من رابط آخر، فيعني أنا لا أبحث عن إحالات أو لمن يقول أنني أستغل الإحالات أو أي شيء من هذا القبيل. ثم تضغط على إرسال، تظهر معك كاباتشا، تقوم بكتابة الكاباتشا وتدخل إلى الموقع. هذا هو الحساب الخاص بي، يعني سوف أريكم طريقة الاشتغال على الموقع. بعدما تسجل في الموقع تدخل إلى هذه الواجهة وتضغط على تلك الدائرة الزرقاء. يعني الموقع كل يوم يعطيك أربع مهمات لربح $1 بالنسبة للفي اي بي صفر. سوف أكمل هذه المهمات معكم لكي تتأكدوا أو لكي تروا طريقة الاشتغال على الموقع. مثلا تضغط على لايك للفيديو وترجع، وتضغط على مكتمل، وسوف يضيف الرصيد إلى حسابك. كل مهمة ب 0.25 سنت، يعني 4 مهمات تحصد $1 في اليوم كما قلت لكم بالنسبة للفي اي بي صفر. سوف أكمل هذه المهمات الخاصة بي، يعني سوف أكمل هذه المهمات كما قلت لكم، وترون أن الرصيد سوف يزداد في حسابي. يعني الموقع كما قلت لكم كل يوم يعطيك مثل هذه المهمات، تقوم بإكمالها وتحصل على $1 مجانا. لكن يعني هناك العديد من الناس الذين سحبوا من هذا الموقع، إلا أنه بالنسبة للطريقة المجانية فالموقع يعني يرفض السحب في الأيام العادية، ويقول لك انتظر حتى 25 من الشهر لكي تقوم بالسحب. أما بالنسبة للأشخاص الذين يفعلون الفي اي بي 1 والفي اي بي 2، يعني يقومون بالاستثمار داخل الموقع، فهو يمكنه السحب في أي وقت يريد. فهذا الرصيد الخاص بك كما تشاهدون، ربحت $1 في اي بي 0. وكما قلت لكم يعني إذا أردتم أن تستثمروا في الموقع فيمكنكم الاستثمار في الموقع، وهو يعني موقع صادق. وكلما فعلت يعني في اي بي 1 وفي اي بي 2 كلما زاد دخلك اليومي، وكلما يعني كلما ارتفعت المهمات الخاصة بك. هنا تقوم يعني بتفعيل الفي اي بي، تقوم بربط الحساب الخاص بك بمحفظة الباينانس، ويعني تستثمر في هذا الموقع. لكن نحن ما يهمنا في هذه الطريقة هو الطريقة المجانية، وسوف ننتظر. هنا يعني مشاركة أو دعوة الأصدقاء، وبالنسبة لدعوة الأصدقاء فهي لا يعني لا تشكل أي تحفيز أو أي نفع.
يمكن في المستقبل أن يكون من شروط سهم أن تقوم بدعوة الأصدقاء، لكن ما يهمنا هو يعني الطريقة أو كيفية الحصول على المال من هذا الموقع. وإذا أردت يعني إذا أردت أن تعرف المهمات التي أكملتها، تضغط على هذه مهمتي وتضغط على المهمة اكتملت، وهنا تجد جميع المهمات التي أنجزتها. هنا تضغط على استخراج. في هذه الخانة الأولى تضع عنوان المحفظة الخاص بك سواء على الكوين باس أو البينانس، لأن الموقع لم يعد يدعم الباير. وأنا جربت أن أسحب على الباير، يقول لك العنوان خاطئ. تضع في الخانة الأولى الرابط الخاص بك في المحفظة. في الخانة الثانية تضع المبلغ، وفي الخانة الثالثة تضع الكود أو الكود الذي كود السحب الخاص بك. وكما قلت لكم يعني إخواني الكرام، إذا أردت أن تسحب في أي وقت تريد، فلا بد أن تستثمر في الموقع، وعلى الأقل أن أو أن تفعل الـ VIP 1، لأن الـ VIP 0 لا يسمح لك بالسحب إلا في 25 من الشهر حسب يعني بعض المصادر، وليس هذا يعني معلومة ثابتة. فكما تشاهدون، سوف أحاول استخراج هذه الـ5 دولار إلى الحساب الخاص بي على البينانس، لكن الموقع سوف يرفض بدعوة أن لابد أن أقوم بتفعيل الـ VIP 1 على الأقل. كما تشاهدون يعني هنا سوف أضع هذا الكود السحب، هو الكود الذي يعني قلت لكم احفظ هذا الكود الخاص بالسحب. وكما تشاهدون الموقع يقول لك لابد أن تفعل الـ VIP 1 على الأقل لكي تتمكن من السحب.